حبيبي بتزوج مسرع ما مداها، كنا كان المعرس ناطرها تطلق وياخذها. معك دكتورة ندى، أخصائية علاقات اجتماعية وزوجية. بس هجور انتي تحبين حشينيتي. ايش قالوا لك نفسك؟ 24 ساعة عيني على الواتساب والسناب. تدري مشاكلي مع مرتي، ما يحتاج اسولف لك بعد. لو تطلق القلب إذا عاف ماكو شيء يجبره. أنا صرت حتى أخاف إني أرد أحب مرة ثانية. يمه ترى الحياة حلوة وفيها أشياء وايد للحين ما شفناها، واللي راح خيره. حطي ببالك هالشيء، باكر حضانة البنت بتصير عندي لا تزوجتي. تنحطين بنفس الموقف، توقفين نفس الوقفة هذه اللي بغيتي تشوفينها. راح أخليش تختارين شيء اليوم، مزاجك مو عاجبني كلش. شفيك بيبي؟ عسى ما شر. ما شر، بس ساعات عيالنا اللي يكونون سبب سعادتنا هم نفسهم يكونون سبب تعاستنا. شنو بنتج فيها شيء؟ لا ما فيها إلا العافية. بس تعرف لما نتنازل عن شغلات يكون احنا نبيها وايد، نبيها حيل، والعقل يرفض ويكون السبب العيال. هذا كان تفكيري بالضبط قبل لا اطلق مرتي. كان الحب مسيطر علي بشكل كبير، كنت اتنازل عشان الحب، عشان العشرة. لما بديت اتنازل ليه ما حسيت اني قاعد ابدي اخسر نفسي؟ قلت خلاص ما في مجال اني اتنازل اكثر من كذي، كل واحد يتسهل يروح بدربه طالما انه ما في بيننا عيال. الحمد لله خليتها على رب العالمين. بيبي لما الواحد يخليها على رب العالمين كذي الامور تسهل، من كيفها تمشي هي بروحها. هذه اول معلومه اعرفها عنك غير شهادتك وعنوانك. سنجل الحمد لله، الحمد لله اني سنجل. احب الحياه وايد، احب الموسيقى، احب اغني، احب كل شيء حلو. وبيبي ايش فيها؟ شنو ايش فيها؟ اسالك انت. وبيبي يعني قصدي انا؟ اي هم انا شب سنجل وحب الحياة وايد. حلو، متشابهين يعني، في وايد أشياء تجمعنا. عارفيني عليك أكثر. بخصوص الشغل يعني؟ لا، بخصوصك أنت، أبي أعرف عنك أنت وايد أشياء. السنة اللي طافت نفس هالوقت كنت متزوجة من ريال يسوى عندي الدنيا وما فيها. كملي. وقبل سنة نفس هالحزة كان عندي رفيجة أحبها بطريقة غبية، أحبها لدرجة أني أبديها على نفسي. كان عادي أني أكنسل طلعتها علشان أقعد معاها أو أني أطلعها معاي. مسكينة ما كان عندها غيري وأنا بعد ما كان عندي غيرها. ما أدري ليش ما كان عندي رفيجة غيرها، يمكن لأني إنسانة خجولة. كنت أرفض كل العلاقات الجديدة. تعلقت رفيجتي بزوجي وحبته، أو تقدر تقول أنا اللي علقتهم ببعض. أنا اللي كنت أجمعهم مع بعض بكل مناسبة، وكني قاعدة أقول لهم تفضلوا حبوا بعضكم. فعلا خانوني للأمانة. لما أتذكر المواقف اللي كانت تصير بيني وبينهم، لما أتذكر الأحداث أربطهم ببعض، تدري شو اللي عورني؟ مو أن ريلي خانني أو رفيجتي خانتني، لا، أحس أنهم استغفلوني. صرت مغفلة. لا لا، أنت مو مغفلة، أنت قاعد عاملين الناس بقلب نظيف بنية صافية. المشكلة فيهم مو فيك، لا تقولي عن نفسك مغفلة. لما كنت بالشاليه وشفتك، على فكرة أنا كنت رايحة علشان أنسى. حلو، حل ممتاز هذا. بس الصدمة كانت صعبة والنسيان ما تم بسرعة. طبيعي ما يتم بسرعة، كنا ناخذ وقت عشان ننسى. المهم الحين بيبي تستعيد قوتها وتقط الماضي هذا كله ورا ظهرها. انسي انسي، قطي كل شيء ورا ظهرك. بالضبط هذا اللي قاعد أسوي. الحمد لله أنا تعديت مرحلة وايد كبيرة والحمد لله صرت أحسن.
الو سمعي، عندي لك خوش خبر. لقيت اكونت هذه اللي اسمها بيبي. بعد اي بيبي انت الثانيه؟ ركزي وياي، بيبي المدرسه الجديده اللي تداوم بالمدرسه. اي هذه اللي بالاداره. لو عشته وحط اكونتها برايفت. صج اعطيني خلاص ضيفها. مو تصيرين غبيه وظيفينها من اكونتك اللي فيه صورك واهلك ودنيتك، لا ضيفيها من الاكونت هذاك. تذكرين اللي سويت لك اياه؟ اي هذاك الفيك، ضيفيها منه وعلقي على كيفك. وش ناويه عليه؟ ايش تبين تسوين فيها؟ بعد وايد سؤالك ذكي. ايش ناويه عليه؟ انا وراي غيرهم حبيبتي، بقعد اعلق لها واكرهها بالانستغرام وبسكر لها كل اكونتاتها، بخليها تكره ام عيشتها. ديري بالك لا تحطين تعليقات اوفر علشان لا يتلونك المباحث الالكترونيه. حبيبتي انا ذكيه ما ينخاف علي، لا تحطين. بعدين بسيط، انا ما راح اسوي شيء، بس بحرقها حرق بالدايركت لين تكره عيشتها. انا وريتش فيها، ما خليتها تسكر اكاونتها، ما طلع انا شيخ. انت عبالك بس مركزه مع هذه بيبي؟ لا حبيبتي، حتى منى انا قاعده اطلع عنها كل شيء. خلينا نشوف صداقتهم هذه، ما خربتها ما اطلع انا. صباح الورد. هاي هلو. ايه شو رايك؟ ناس قاعده مسجات وتبوسه وناس تكرف. صوتي راح وانا ادرس احتياطات وحصص. واي خليني اتبوسه، حسدتني. هاو ليش احسدك؟ بعدين بقول لك صار على الميك اب، سويتي؟ كلمتهم امس وحطيت لك موعد، بس منى مو متاخرين على الموعد، ترى عادي تكنسل موعدك. اكيد ما راح اتاخر، ترى عندي عرس لازم اروح مبكر. زين قولي لي راح تضبط وجهي مثل ما تضبط وجهك؟ شطوره وايد. تدري شو الحلو فيها؟ اي وي تدرس ملامحه وتحط اللي يناسبك. يلا زين، اهم شيء. ما ادري انا اخاف شويه. تشفيك كذي صايره سلبيه؟ انا متعوده عليك شيء تعطيني طاقه ايجابيه، ليش؟ ايش صاير؟ عادي رفيجتك انت اللي شفيج، انت لازم توقفين معاي، تخليني اكشخ، تقزين فيني اطلع حلوه. والله بعدين كيف في شيء في بالي؟ لازم تعرفين كل شيء. لا والله، ليش انت من متى تخشين علي؟ يعني البيوت اسرار. والله صدق حقرتني وقاعده تضحكين حق مسجاتك. اي وايد حلو. انت مو تقولين البيوت اسرار؟ انا عندي اسراري. شكو تلفونك ببيتك مينونة، الحمد لله والشكر. لا يم خلي اروح اجاب الحصوت احسن لي. باي باي.
الو ايش دعوه نسيتنا الذيب اللي عضك ذبحناه؟ هلا والله منو معي؟ حتى الصوت نسيته؟ يلا ماشي نطوفها لك. اي منو انت؟ معاك ابتسام، ذكرتني ولا اقول بعد؟ اهلا اهلا. هلا والله ابتسام، شو اخبارك؟ شلونك؟ والله شو اقول لك ابتسام، لويت مكتب وشغل ودنيا، ما عندي وقت حتى حك راسي. لا تكمل لا تكمل، ادري ايش بتقول. انزين دام تبي تكذب كذب عدل، لاهي ومشغول و24 ساعه بسناب تصور روحاتك الشاليه وسفراتك مع ربعك، وين الشغل هذا؟ علمنا خلنا نشتغل نفسك. راحه وناسه وفلوس تدش علينا. انا بس داقه اقول لك ان بتزوج، والصراحه ما ابي اخسره. كلها كم سنه ويودع. زين اصحصح واكلمك، ما عليه اصحصح واكلمك. انا اذا بغيتك دقيت عليك ماشي. يلا قلبي باي باي. عندك ليش مو مداومه؟ الدكتور معتذر، قلت اخذ لي غفوه. وانت ايش دراش بالله انه هو معتذر؟ يما من صدقك التويتر ليش مخلينا؟ عشان اتابع وحياتك، اعرف متى ينام متى يقعد كل شيء. والله ما يندرى، هالبرامج هذه نعمه ولا نقمه؟ اقول يما عمي ضاري مو كنا طول عندنا. والله ما ادري يا يما، انا سالت ابوك وقال لي انه هو موقف قيده بجامعه امريكا على ما اعتقد. زين ما حتى لم وقف قيده ومرته مو عندها اهلها، صار لها ايش كثر هناك، انا منها راح ازعل. عيب عليك، لا تقولين هالكلام على عمك. يما وانا من صدقي. ها هو بيني وبينك هو شكله بيطلق. هو قال لك؟ لا هو ما قال لي، يعني لمح لي انه مو مرتاح معاها وانه ما ياب منها عيال للحين، يعني الحكي ومثله. يعني خلاص بيطلق؟ ما ادري والله الظاهر كذي. زين يما انا بمشي. مع السلامه. انا لازم ديري بالك بالطريق ان شاء الله. وي ديري بالك وانت حكين بالتليفون وانت تسوقين. اعتقد ان هذا انسب قرار اتخذته بحياتي. قاعد ادور راحتي، ابي اكون سعيد. يعني لو السعاده والراحه ينشرون فلوس كان دفعت ما وراي يدوني عشان اشتريهم. إيه بس أنا خايفة، أنا ما بيكون سبب انفصالك أو إني أهدم بيتك. بالعكس، أنت الشيء اللي حسسني إن الدنيا للحين فيها أشياء حلوة. حرام أضيع وقتي مع واحدة أنا مو متفق وياها. هم حرام أضيع من إيدي واحدة قلبي حاسس إنه لازم يظل معاها طول عمرها. تصدق؟ ودي أكون بالنسبة لك كل شيء، بس. بس شنو؟ هاجر انا قاعد احمد الله انه حطك بطريقي. انا وايد مستانسه معك و قاعده اعيش شيء وايد حلو، بس خايفه اكون جيت حق الشخص الغلط بالوقت الغلط. انا الشخص الغلط؟ داري انت تدري انا ما اقصد، انت تدري ان انا اللي اقصد ان انت، يعني انا ما جيت بحياتك الا بعد ما انت متزوج ومكون لك بيت واسره، ما يصير اهدم بيتك. داري طالعني لا تزعل علي. لا ماكو شيء عادي ما زعلت. انا اسفه. لا تعتذرين، شنو مو عجبتك الكيكه؟ لا نار بس هذا وايد حار. تفضل تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. شلون الامور؟ كل شيء تمام. تمام؟ يعطيك العافيه. شوف المطبخ. اي تفضل. شلونه؟ وايد حلو. ممتاز. عسى مثل ما قلتي لهم لولو، كل شيء تمام؟ نفس ذوقك؟ اي. محمد كل شيء تمام. تمام؟ لا شغل طيب ما شاء الله. الله يطول عمرك، تعال شوف الصاله. يلا يلا. غرفه المعيشه وطاوله الطعام من بعد. اوه. معيشه طبعا. اي ما شاء الله.
حفاظة التلفزيون، سوي سوفا طبعا، طاولة الطعام. مثل ما قالت ام لولو ان هي تبي يعني شيء هادي وعلى مزاجها وبسيط، اهم شيء انه يعجبك اخوي محمد. والله ما قصرت يا باشمهندس صراحه، شغلك ولا اروح. تسلم تسلم، الله يحفظك ويطول عمرك. يعطيك العافيه. الله يخليك. هذه غرفتك وغرفه لولو وغرفه اخوي محمد، هم بعد موجوده هناك مثل ما طلبتي. اي والله صراحه ما قصرت حبيبي، وايد وايد حلو اللي سويته. على فكره تروح تشوف غرفتك. اي لا انا قاعد الحين يعني، ما بعد شوي شوي بشوف ان شاء الله. عمرك يا رب. وانتقلت شقتي الجديدة ورجعت احس باني انسانة حرة مستقلة بنفسي مثل ما كنت قبل. الوحدة إذا تعودت أن يكون عندها مكانها الخاص اللي رتبته على ذوقها وهي اللي مسويته بكل تفاصيله، صعب عليها ترد وتعيش في مكان ثاني حتى لو كان بيت أبوها. البيت بالنسبة للمرأة مملكتها والحمد لله. الحمد لله أن أخوي محمد معي، لأن مستحيل راح أعيش بروحي. وجوده معي محسسني بالأمان والراحة. عسى الله لا يحرمني منك يا محمد يا أخوي. إيش رأيك بغرفتي الجديدة؟ عيونك الحلوة. ألو ألو، وينك؟ توني كنت بالديوانية عند الربع. كل هذا التعشى مع ربعك؟ ها زين، لا تزعلين عاد. زين أحبك. زين خلاص. زين قولي. شنو أقول؟ أحبك. خلاص لما سكر تليفون أنت زعلك مسج؟ لا كذي أنا ما بيها. خلاص خلاص زعلت. زين ليش؟ كيفي. زين خلاص لا تزعل، قولي أحبك. أحبك. ألو الو الو
ما يالي نوم. قعدت طالعت يوتيوب، لعبت جيمز، قريت كتاب، هم ما يالي نوم. قلت استشيرك، عندك حل؟ لا تقولين عيل، انا مهندس فاشل، شكل التصاميم والديزاينات اللي سويتهم لك يطردون النوم. ترى جد اذا مو عاجبينك من باكر اغيرهم لك. لا ايش دعوه، بس يمكن لان البيت جديد علي ومو متعوده قاعده بروحي. ليش اخوك وينه؟ موجود بس دواوين قهاوي. لا هي بحياته، ما اقدر اجبره يجابني 24 ساعه. اي ريال يحق له ما يبي الربط. وهم كل الريايل ما يبون الربطه. تبيني اقول الصج ولا كذب؟ اكيد الصج. الصج ان الريال يحب الحريه بس ما رد يمل ويدور على استقراره. والمرة من تنخلق تدور على استقرارها وتدور على الريال اللي يناسبها، وبالنهاية تلاقون بنفس الطريق. ايه الدورة ويدورها. صح كلامك. يعني ما بدنا ماي؟ لا والله ما ظنتي، شكله هو وياها متفقين على الطلاق من قبل لا يوديها عند أهلها في ديرتها، وقبل لا يرد حتى الكويت. حسافة عليها، مالها بالطيب نصيب. دام اثنين مو مرتاحين، ايش ماله يكملون حياتهم يمين؟ كاهي بنتك تطلقت، ما تبي ريلها. غصبناها؟ لا، هي حرة في حياتها، وكل واحد حر في حياته. الدنيا ما توقف عند حد. ان شاء الله تحصل نصيبها. ايش فيك؟ ايش تبيني اقول؟ ما عندي شيء اقول. يعني بنتك ما تبي تتزوج؟ والله ما ادري، انت ابوها وانت اخبر فيها. شلون اخبر فيها؟ البنت ما تفتح قلبها الا لامها. وعلي علمها، ايش بتشيل ايش بتخلي؟ انا بروح طلاقها واقف لي مثل العظمه ببلعومي، مثل السكين بقلبي. نقول الناس تغيروا، الناس على حطة ايدك مثل ماما ما تتغير. واذا الوحدة تطلقت ما يحطون العيب بريلها، لا يطلعون فيها عيوب الدنيا لانها رضت على نفسها انها تطلق. بس الواحد شو يقول؟ الشكوى لله. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انت بتوافقيني بالحكي اللي بيقول انه التجربة الجديدة بتمسح الحب القديم؟ يمكن، ما جربت. كيف يمكن يا بيبي؟ انا مو بس دكتورة نفسية، انا كمان متخصصة بقراية الحركات والإيماءات ولغة الجسد. اللي عم شوفه قدامي هلأ وحدة عشقانة، واحدة عايشة قصة حب ومستمتع فيها كتير. ليش بتستحي لما أحكي لك هيك؟ يا بيبي الحب غريزة طبيعية ومن حقنا كلياتنا نحب. من حقك أنت تعيشي هاي القصة، قصة جديدة تطوي فيها الماضي وبتبلشي صفحة جديدة وحب جديد. إلا إذا أنت ما بتآمني بالبدايات الجديدة. شلون ما آمن فيها دكتورة؟ والأشياء اللي قلت لك إياها عن بدايتي الجديدة بحياتي الجديدة عقب كل اللي صار، شنو تسمينها؟ ما بعرف، أنت شو بدك تسميها؟ الأسامي عندك دكتورة. بيبي، أنا إذا بدي أسمي لك المسميات اللي عندي كلياتها مصطلحات علمية وحالات نفسية، ما رح تستفادي منها بشي. أنا هلأ بيهمني أفهم بيبي وين واقفة، شو بدها، شو إحساسها، وين بدها تروح، وين كانت، وشو اتجاهاتها. والأهم من هذا كلياته نعرف شو اللي عم يمشيكي، قلبك ولا عقلك؟ أكيد قلبك. إحنا الحريم عاطفيات، ردود فعلنا كلها بالعاطفة. صعب تستخدمين عقلك، قليل من اللي يستخدم عقله. احنا من الفعل ننفعل، من الحب، من القهر، من الألم، نسوي رد فعل ما نحس فيه إلا بعدين. شوفي، انت أول خطوة بديتيها وايد صحيح، انك تروحين حق أحد مختص. انت رايح حق معالج سلوكي، معالج نفسي، مو شرط يعالجك بالأدوية.
ممكن يعالجك بكلمة، ممكن هو يسمع لك أنت ترتاحين. هي الخطوة صحيحة وبداية حياة جديدة، بس السؤال الغريب بالموضوع أن أنت بس قاعدة تفضفضين وهي بس قاعدة تسأل وتسمع أجوبة وما تعطيك المشكلة والحل، ليش؟ ما أدري عنها، أنا ما أدري شلون طريقتها صراحة، بس أنا وايد قاعدة أرتاح لما أروح لها، تصدقين؟ جي أحسها فهمتني، فاهمة حق مخي، حق قلبي، تسألني أسئلة أول مرة أحد يسألني، حتى أنا ما أسأل حق نفسي. ما أدري. أنتي تعرفين الألم نقطة الضعف اللي عندك، عارفة شنو مشكلتك؟ ما أدري. هذا الجواب. لأنك ما تعرفين شنو عندك ومشتتة، لازم تروحين لها. شوفي بقول لك شيء. لأن أنا أحبك. بيتك حافظ. لا تدخلين أي أحد فيه، حتى لو كان قريب منك. لا حد يشوف أسرارك، لا حد يشوف ظروفك، لا حد يشوف حبك حق بيتك، عطائك حق بيتك. ما تعرفين هذه العين حاقدة، حاسدة، حابة، ما تدرين. ممكن تين تقولين لي وأنا أنفعل ويكون عندي ظروف وتكون عندي مشاكل وانضغط وأرد عليك رد يدمر بيتك، وأنتي تاخذينه بعين الاعتبار. أي شيء تبين عندك شيء، عندك ربك. خلي سرك بين ضلوعك، لا حد يعرفه. ونعم بالله. ركزي بنفسك، اكلي ومتني وسوي دايت، وباكر ان شاء الله تحبين وتعيشين حياة وتتزوجين. كل الامور تنحل، ما في شيء يوقف بالدنيا. ألو. قاعد أراجع التصاميم، كان تذكر أني نسيت شغلة وايد مهمة. أول شيء مساء الخير، شلونك، أخبارك؟ أنا الحمد لله زينة، أنت شلونك؟ شنو الشغلة اللي نسيتها خرتني؟ نسينا براويز الصالة. إيش رأيك أختار لك براويز على ذوقي؟ تحطي فيها الصور اللي تناسبك وأعلقهم لك بطريقة حلوة. شوف، تختار براويز هذه ما عندي مشكلة فيها، وتعلقهم تكمل جميلك، بس اني احط صور فيها ما اعتقد، بخليهم فاضين. ليش؟ ما ابي احط صور قديمه، ابي احط صور جديده. ما ابي شيء يذكرني بقبل. بحط صور حقي انا ولولو، انا واخوي، يعني. ليش ما تنطري لما يكون في شخص ثالث؟ شخص يمكن يسد مكان ابوه. قلت شيء غلط انا؟ لا عادي، بس علشان انا بالنادي ومو عارفه اركز. آسف 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 وايد، أنا شكلي داق بوقت كلش مو مناسب. على العموم ترانا هم بعد بالنادي. ما أدري القلوب عند بعضها ولا صدفة ولا العالم كلهم يتمرنون بالنوادي هالحزة، ما أدري. بس ترى شيء حلو أن احنا اثنين نتشابه بنفس الروتين. جايز. زين، مشكور وما قصرت، وأنا بكمل تمريني إن شاء الله بين التليفون، أوكي؟ باي. بيبي، على فكرة أمي قاعد تقول إن أنت صايرة تهملين بيتك وايد تطلعين. عادي، زين قاعدة للبيت عاد. ما تدري يمكن هي تبيك تهتمين ببنتك أكثر. شو اهتم فيها؟ بنتي الحين رايحة مع خالها موديها كتزانية. يا عادي، يا ربي ما أحب أقعد في البيت، ملل، ضيقة خلق، أجاب الأربع طوف. والله يهداها مراقبتني، وانا قاعده عندها مراقبتني، وانا قاعده بشقتي، خالتك ما شاء ما سوتها. والله. هم صح هم صح. زين. تحقول الفيلم حلو؟ شنو؟ ما اسمع.
هقول الفيلم حلو. دام انت منقيته الله يستر. حبيبتي تحلمين، هذا ذوقي صعب. بدو روم الحين اقول لك اذا الفيلم مو رومانسي راح انام. قاعدين نهايته يا عاد انت الحين طايحه له حب وغرام ورومانسيه. نعم ايش قصدك؟ ما قصدي شيء. علق براويز بصالتي. شنو؟ براويز براويز ملوت الصور علقهم صارت شقتي ولا لا؟ حبيبتي اختي حبيبتي شفيت فيك شيء مريضة؟ كل شيء واي يشينكم الواحد ما يسولف معكم. قوموا قوموا خلينا نشتغل. من شكو؟ والله ملاحقة. هات ماما شربي الحليب. يا حلات ريحة النسكافيه. سوي لك؟ لا مشكورة متعودة أشربها بالدوام. على طار الدوام شلون دوامك الجديد؟ عسى مرتاحة؟ الحمد لله ما في زود عن دوامي القديم، بس أهم شيء إنه ما في ناس تسد النفس. أهم شيء تكون نفسية مفتوحة حق كل شيء، حق الدنيا، حق الوناسة، حق الإيجابية. صح الإيجابية. شبي ماما. هلا دلال صباح النور. لا والله يلا يلا كاني يلا مسافة طريق جاي يلا يلا. من دلال؟ هذه موظفة معاي بالدوام تقول وكيل جاي على غفلة والمكتب فوضى وما بصمت أنا ماشي. تبين شيء؟ سلام. يلا فما الله فما الله. خلصتي؟ يلا قومي عشان أوديك المدرسة تأخرنا. يلا وين جنطتك؟ هناك؟ واي الجو اليوم ينن مو مال دوام كلش وانا نفسيتي اكس اكس مالي خلق. لو مالك خلق قدامي اداوم بدالك بعد ايش تبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فهد انا كم مره قلت لك لا تسوي كذي وتخرعني؟ ايش دعوه كذي خوافه؟ المليق مليق؟ يعني السناب الحين اهم مني ولا شنو؟ انا كم مره قلت لك 60,000 مره قلت لك لا تقعد تسوي سوالف في الجامعه. يا اخي عاملني كني اختك وبعدين ما تخاف على وضعك بالقائمه ترى هي ناظرين عليك اي زله. زين بس 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 خلاص عندك محاضره ولا شنو؟ اي عندي. وعقبها هم عندي. وعقبها عندك صح؟ سكري سكري البيبان ابوي وخليني نحشيني نحشيني. يعني شو اسوي بعد؟ ترى جدولي كذي واذا انت يعني وايد متنرفز من الوضع روح كلم العماده قول لهم خي يحطوا لنا كورس سيرفي ونخلص ونفتك. شو الجمال هذا؟ كذي لما تحصلين تصيرين جميله؟ كل يوم بنرفزك عيل. زين سمعي انا بروح حق دكتور حسن بشوف بحثي ايش صار عليه وبعدها كلمك. اوكي دير بالك. شلونك بدور شو اخبارك؟ عفوا قاعد تكلميني؟ انا احس بتختك العوده عيب تكلميني كذي. يا ما قعدنا وسولفنا وضحكنا طلعنا ولا نسيتي؟ لا ما نسيت ما نسيت ان بيننا عشرة وقعدتي وشربتي معانا وتعشينا وتغدينا وهم ما نسيت ان شبكتي ريال اختي. بكتي ريال اختك؟ سويت انا خذيتها بالحلال. بعدين بسك انتي واختك حقد وحسد على شنو كل هذا؟ حقد؟ ما اعتقد. حسد على شنو؟ حبيبتي لا تنسين انك انتي خذيتي فضلة اختي. يلا عندنا عندي محاضرة باي.